ليلة السبت أو بدقة أكثر فجر الأحد، هذا التوقيت ما كان عادي بالعراق. فاقوا العراقيين على كارثة بكل معنى الكلمة. بالعادة ضحايا الكوارث بيروحوا على المشافي، لكن هاي المرة ببغداد تحديدا بمشفى ابن الخطيب ضحايا الكارثة كانوا بقلب المشفى وتحولوا لضحايا بعد اندلاع حريق كبير فيه. خلونا نتابع سوا فيديو من داخل المشفى لحظة اندلاع الحريق ومحاولات المسعفين إنقاذ المرضى والمرافقين. الفاجعة كانت كبيرة وبلشت تطلع نداءات للمساعدة من أهالي المنطقة. العراقيين داولوا فيديو لشاب عم ينادي ويطلب الإغاثة. أثناء طلبه للمساعدة ما قدر يحبس دموعه. خلونا نشوفه. ها أهل الزعفرانية، ها أهل الوقفات، أخوتكم في خطر، أخوتكم في خطر، التبرع بالدم. هالفاجعة حصدت مع أرواح 83 مواطن عراقي وأصابت 110 آخرين بحروق. على أثرها أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بإيقاف وزير الصحة حسن التميمي وعدد من المسؤولين من قطاع الصحة ببغداد عن العمل، بالإضافة لمدير مشفى ابن الخطيف وإحالتهم للتحقيق. على الصعيد الرسمي العراق دخل بحداد من فجر الأحد 25 نيسان لمدة 3 أيام. هاشتاغ إقالة وزير الصحة تصدر منصات التواصل بالعراق وعليه كان في تفاعل كتير كبير من العراقيين. من تعليقاتكم تعليق من أم نور بيقول هاي الكارثة لو بغير دولة وزير الصحة والحكومة كلها بتستقيل، بس هون ما في قيمة للمواطن لذلك ما حد يحرك ساكن. تعليق من رشا بيقول بتجيب ناس بلا كفاءة وبتقعدهم على كتاف الناس الخبرة والفهمة، لأنه بس هن من طرف فلان وعلان وتعطيهم امتيازات على حساب المهنية، هاي النتيجة. أما أبو عصام علق والله هاي لو بغير العراق لكان قامت القيامة على الحكومة من قبل الشعب، المفروض استقالة وزير الصحة فورا مثل ما صار بالأردن. أما أميرة علقت عندما يكون الشغل تلزيق وبدون أي حرفية وسلامة وتكون هكذا مأساة، فمعظم المباني ومنها المستشفيات تفتقر لمنظومة إطفاء الحريق وتكون الأسطح والجدران مغلفة بمواد قابلة للاشتعال.